حاجات at grade intersection، وقلنا في حاجة اسمها grade separation اللي هو فصل مكاني. هناخد النهاردة إن شاء الله تصميم الـ at grade intersection. أهم حاجة دايما يبقى في ذهنك العشر مبادئ اللي احنا اتكلمنا عليهم في آخر المحاضرة المرة اللي فاتت. خلاص؟ اللي هو أهم كان مبدأ منهم وأولهم كان إيه؟ reduce conflict إيه؟ point. مع بعض هيوضح الكلام ده في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. لكن قبل ما نبدأ المحاضرة هنشتغل على شاناليزد جريد انترسكشن. وقلنا يعني ايه كلمة شاناليز؟ ان انا هستخدم الجزر في فصل الحركة، هعمل تغير في جيومتري او التخطيط الهندسي بتاع التقاطع علشان افصل الحركات عن بعضها واقلل بالتالي ايه الكونفليكت بوينت اللي هي عامله لي مشكلة. هنتعرف على حاجة اسمها الترافيك ايلاند اللي هي الجزر المرورية، وهنتكلم برضو على الحارات المساعدة، وهنحل مثال محلول مهم جدا سيادتك وملزم بيه لان ده من امثلة الايه الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات. دايما بنناول على المين اوبجيكتيف بتاعنا ان احنا نعمل ايه مينيمايز بوتنشال كونفليكت among different traffic stream. وقلنا different traffic stream عندنا حاجتين، vehicle to vehicle وايه وvehicle to pedestrian. يا اما عربيه مع عربيه هتعمل كونفليكت، ودول كانوا 32 نقطه، وقلنا في 24 نقطه كمان اللي هم عباره عن الكونفليكت اللي هيحصل ما بين المشاه وما بين العربيات. خلاص شباب، الهدف الرئيسي للتصميم بتاعنا لازم يقلل النقط دي، بلس طبعا ان يكون التقاطع الكلام ده كومباتبل مع الاثنين. يعني ايه؟ يعني لما اجي اصمم اشاره للمشاه تبقى متوافقه مع اشاره العربيات. في ناس يقول لك انا هعمل لك ايه، اخلي المشاه تمشي بنفس السيستم اللي بتمشي بيه العربيات، لو المدخل ده وقف يبقى المشاه تعدي الايه الحته دي، بعد كده المدخل الثاني هيقف يعدي الناحيه الثانيه. في ناس يقول لك لا احنا هنعمل لهم سيباريتد فيز. يعني ايه؟ يعني هنعمل لهم فيز منفصله خالص عن التقاطع بتاعه، كل العربيات تقف ونسيب المشاه كلهم يتحركوا. ماشي يا شباب؟ ازاي تعمل بقى ميكس ما بين الاثنين دول؟ ده اللي هناخده احنا ايه واحنا ماشيين كده، سواء النهارده او في سواء في الطرق او في الايه في الترافيك ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ طيب هنا بنفكرك تاني بالتايب انترسكشن كنترول، طرق التحكم في التقاطعات. قلت لك اما تبقى ستوب ساين او يلد ساين بصرف النظر عن الترتيب طبعا، يعني ده مش الترتيب بتاعك. خلاص؟ بعد كده قلنا في حاجه اسمها يلد ساين اللي هي اللافته بتاع الاولويه، او بنسميها في بعض الاوقات جيف واي او الاولويه لك باللغه العربيه. بعد كده انترسكشن شانلايزيشن ان انا افصل الحركه باستخدام الجزر. بعد كده في موضوع الراوند اباوت. بعد كده في الجريد سيباريتد انترسكشن ان انا افصلهم مكانيا بقى، طلع واحد فوق الثاني او نفق. خد بالك؟ يا اما هستخدم ترافيك كنترول ديفايس، ودي اللي هنعرفها في الترافيك ان شاء الله مع بعض النهارده بعد المحاضره بتاع الطرق ما تخلص. نركز بقى على متلون باللون الاحمر ده اللي هو الانترسكشن ايه؟ شانلايزيشن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان انا هستخدم الجزر في فصل الحركه. بنسميها يا جماعه انترسكشن شانلايزيشن. وده بنعمل فيه سيباريشن ما بين الكونفليكت بوينت بينها وبين بعضها. تعالى بس نبص كده، نبداه من الترتيب من الشمال كده. ده تقاطع انسجنالايز. يعني ايه انسجنالايز؟ يعني الناس بتتعامل مع بعض بدون اي اشاره ضوئيه توقف ده وتمشي ده، زي التقاطعات اللي موجوده ما بين طريق لوكال وطريق لوكال قدام البيت عندكم، او ساكن في عماره، ساكن في اي حاجه بلوك مثلا، بنقول والله في شارع قدامكم بيتقاطع مع شارع برضو جنبيكم كده. التقاطع ده بنسميه ايه؟ انسجنالايز انترسكشن، تقاطع غير محكوم باشاره. ماشي يا شباب؟ في بعض الاوقات وبعض الكتب بتسميه بلين انترسكشن، يعني هو شارع بيتقاطع مع شارع بدون اي وسيله لوسائل التحكم. ناس بتتعامل مع بعضها، اللي بيخش الشارع بيعدي، استنى العربيه تعدي يعدي هو كمان، وهكذا. ماشي يا شباب؟ ده اللي احنا بنسميه انشنلايز او انسجنالايز. ماشي يا شباب؟ طيب نقينا الاحجام المروريه اللي بتخش يمين وشمال ديت بتاثر على المرور الطوالي ده وده، فقال لك هنعمل ابجريد للتقاطع ده ونسميه ايه؟ فلارد. يا شباب كلمه فلارد ديت يعني هعمل توسعه، جايه من كلمه فلير، ان انا هوسع. بص
كاني بالظبط بقول والله الراجل اللي داخل يمين ده هبعده عن الناس اللي ماشيه طوالي بتتقاطع. ماشي يا شباب؟ طيب هتقول لي يا دكتور هو انت كده قللت الكونفليكت بوينت؟ ليه؟ مش كان قلت لنا المره اللي فاتت ان في كونفليكت بوينت هنا كده اسمها دايفرجن انفراد، وقلت لنا برده بعد ما بيعدوا كده بيبقى في نقطه هنا كده اسمها ميرجن اندماج. لا التانيين دولت النقط ديت تبقى موجوده لو انا خليت السرعات بتاع الاثنين مختلفه، بمعنى ان الراجل ده ماشي بسرعه عاليه وده هدى علشان هيخش يمين طبعا، فبالتالي عطل اللي قبله. لكن عمليه التوسع اللي حصلت هنا خلتني انا عشان اخش يمين بنقل نفسي بسرعه، فبالتالي ما عطلتش اللي ورايا. ده كل ما في الامر ان انا اعطيت اشاره يمين وبسرعتي برضه رحت داخل ايه؟ ناقل نفسي يمين شويه. خلاص؟ اصلت على حد؟ في كونفليكت بوينت هنا؟ مفيش. طيب الحته دي معموله ليه؟ عشان ادوس فيها فرامل بقى، اهدي فيها سرعتي. علشان لما الف من هنا محتاج سرعه اقل. خلاص؟ والا العربيه هتتقلب مني. لو الطريق ده سرعته عاليه شويه. خلاص؟ طب كذلك برضه هنا هطلع على الناس دي دايركت ولا هزود سرعتي ولما اطلع لهم ابقى بنفس سرعتهم يبقى في تجانس مفيش كونفليكت. ماشي بقى؟ فموضوع الفلارت ده قلل شويه وفصل شويه موضوع الكونفليكت بوينت. بان انا عملت توسعه زي ما انتم شايفين كده في الدورانات بتاعتي او بالشكل ده كده. الشكل اللي انا ايه رسم طبعا من الاربع مداخل بقى. المدخل اللي جاي من هنا والمدخل اللي جاي من هنا والمدخل اللي جاي من هنا والمدخل اللي جاي من هنا. اربع مداخل عملت فيهم عمليه توسعه اللي هي بالشكل ده. ماشي بقى؟ عشان افصل الحركه كمان قال لك طب ما انت ممكن تعمل حته هنا كده. تخيل كده لو خدت دي على مديت على استقامتها ودي على استقامتها هيتشكل جزيره ديد زون، منطقه ميته كده محدش بيمشي عليها. الديد زون دي يا اما اعملها برود ماركينج يا اما ارصفها واعمل لها رصيف كده بندوره. خلاص؟ هي دي بقى الترافيك ايلاند، الجزر المرورية. دي إحدى الجزر المرورية. جزيرة بتستخدم كما لو كان الطريق ده بحر والحتة دي جزيرة أنا هروح أقف عليها كمشابس أحمي نفسي من الناس اللي داخلة يمين والناس اللي ماشية طوالي وهكذا. ماشي بقى؟ كذلك برضو إن الحتة دي ما بتستخدمش أصلاً. ليه؟ لأن اللي داخل يمين هيخش بدري كده. واللي ماشي طوالي هيمشي على حافة الطريق كده، صح؟ واللي ماشي طوالي هيمشي على حافة الطريق كده. فهيتشكل حته هنا كده ايه؟ ديد زون، منطقه ميته مش هتستخدم. فانا بعمل لها بندوره كده اهوت وبيطلع بشكلها الشكل ده. ده برضو ان انا بستخدم الجزر في فصل الحرب. طيب اهي اللي هي الشكل ده كده اللي هو الشنلايز ده. ان انا فصلت كل حركه عن الثانيه بايه؟ بجزيره اهي. ماشي يا شباب؟ طيب هنا بقى الفولي شنلايز بقى. شنلايزد كامل بستخدم الجزر في فصل الحركه الكليه، بمعنى انا عندي دلوقتي التقاطع ده زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت ده الاصل بتاعه ده. ده الشكل اللي ممكن يجي لك في امتحان مثلا، خطوط عمل كده تقول ان الشارعين دول متقاطعين مع بعض في اريا، الاريا دي اسمها ايه؟ انترسكشن زي ما انت فاهم. وقلنا الشارع ده هو كده مثلا كان من اول من بدري كان اتجاهين. والشارع ده هو كمان اتجاهين. والشارع ده اتجاهين، امتداد ده. خلاص؟ والشارع ده نفس القصه امتداد اللي جاي من تحت. اهو. وده هسميه النورس. وده الساوث. وده الايست. وده الويست. ودول شارعين متقاطعين. دي خطوط عمل بتاع التقاطع قبل ما نعمل فيه اي عمليه شلاليزيشن. ماشي يا شباب؟ طيب هاجي اعمل ايه؟ دايما السؤال ده هساله لنفسي في الامتحان في اي تصميم تقاطع في مكتب في اي حته. تسال نفسك الحركه جايه منين؟ داخله على التقاطع منين؟ من هنا. خلاص؟ يبقى هنا مثلا سين كان حارتين. وكمان جايه منين؟ جايه من هنا. وفي حجم حركه جاي من هنا، منطقي الكلام ده ولا مش منطقي؟ منطقي. الا لو شارع من الاثنين دولت وان واي اتجاه واحد.
يبقى ساعتها هيدي ومش هياخد. ماشي بقى؟ طيب جميل. كل مدخل تقاطع لازم اقف عنده وادرسه واشوف ايه المشكله اللي هو هيسببها في التقاطع بتاعي ده، وبالتالي احل له المشكله دي. تقفل الباب كده. ها؟ طيب تعالوا نقف من ناحيه الشرق. ماشي شباب؟ طيب الراجل اللي جاي من الشرق ده عاوز ايه؟ ثلاثة اوبشن صح؟ له ثلاثة اوبشن. نشيل من دماغنا موضوع الاوبشن بتاع الايه؟ اليوتيرن. ماشي شباب؟ نلغيه خالص من دماغنا دلوقتي. الكلام ده انا بعمله في طرق سريعه، واخد بالك؟ ولازم يكون الجزيره واسعه جدا وايه، وحط قصه كبيره كده. لكن جوه الطرق الداخليه الجزر بتبقى صغيره، فما بتتحملش ان انا اعمل عليها يوتيرن. خلاص؟ طيب حلو. يبقى انت عاوز يا اما تمشي طوالي، اما يمين يخش هندسيا على الارض كده. انا محتاج اعمل له حاجه صح؟ الحارات بتاعته سالكه طوالي. تمام؟ طيب يمين قوي. الراجل اللي داخل يمين ده، ما هو انا لو سبته يدخل مع اللي ماشي طوالي هيعمل كونفليكت بوينت زي ما اتفقنا. فبعمل له ايه؟ باخده على جنب كده. خلاص؟ الحارة ايه؟ حارة تهدئة بنسميها. يلف فيها وما يطلعش مرة واحدة، يطلع على حارة اسمها زيادة السرعة. وبالتالي لو انا عملت اوفست للدوران ده اهو، هيتشكل لي الجزيرة الجميلة دي. ماشي يا شباب؟ والخط السوليد ده هيبقى منقط. صح؟ وده برضه هيبقى منقط. والنقط هنا يعني مسموح الاجتياز، يعني ينفع اتنقل من الحاره دي واروح الحاره دي. طب جميل قوي. الراجل ده عاوز ايه كمان؟ يدخل شمال، صح ولا لا؟ مسموح له؟ اه مسموح. هعمل ايه بقى ساعتها؟ هاخد بقى من الجزيره الوسطى دي حاره تخزن لي الحجم المرور اللي داخل شمال لحد ما يجي وقته. وهقول لك دلوقتي بعد شويه يعني ايه يجوى. ممكن بقى طولها، طولها يكون اكبر من دي او اقل، هيبقى لها تصميم وجداول وهنتعلمها النهارده ان شاء الله مع بعض. طيب تعال نشوف الاول شكلها بيبقى ازاي اهو. طيب رحت عامل اوفست من الجزيره بمقدار حاره، لو الحاره 12 فيت او 3 متر 65 بقوم عامل اوفست لجوه الجزيره كده، باكل منها حته كده. خلاص؟ اقوم جاي اعمل الكلام ده، امده طبعا اسكنته. هنا هيعمل ايه العربيه؟ العربيه المخزنه دي اول واحده عاوزه تيجي فين؟ عاوزه تيجي هنا صح؟ وده الشمال بتاعها. يبقى انا محتاج ان انا اعمل منحنى افقي تلف عليه العربيه دي. ده يا شباب المنحنى الافقي ده هيعمل لي، يشكل لي الجزيره دي بس. يعني انا استفدت من المنحنى دي كلها ليه حته الشطفه اللي فوق دي. ماشي يا شباب؟ والشطفه اللي تحت اللي هتيجي من هنا كده. ماشي يا شباب؟ بحيث ان الراجل ده لو كان واقف اول عربيه وغمض عينيه ولف الدركسيون لفه كده يروح في طريقه. لا يلبس بقى ويضرب في دي ولا يضرب في دي. ماشي يا شباب؟ وهنشوف نصف القطر ده بيجي ازاي والجداول بتاعه وبناء على ايه بالظبط. حلو. انا حليت الازمه المروريه للراجل اللي جاي من هنا. واللي انا هسيبه هسيبه بالاحمر كده. ماشي يا شباب؟ وطبعا الخط اللي كان سوليد ده هيبقى منقط، معناه انه مسموح له يخش شمال. ماشي يا شباب؟ طيب نيجي اتفضل. الشمال كومبليت ما عندناش على طول. ايه؟ الشمال مقطع برضه ما عندناش على طول. جميل. زميلك بيقول دلوقتي وهو داخل شمال كده مش هيعمل كونفليكت مع ده؟ اقول لك والله حاجه من اثنين، يا اما انت موقف ده اثناء ما الحركه دي بتتم، يا اما هتشغله. ولو هتشغلها يبقى ساعتها الجزيره دي هتسحب منها كمان حاره يزود فيها سرعته. خلاص؟ لو الجزيره دي تستوعب الكلام اللي انا بقول عنه. لو مش هتستوعبه يبقى لازم سيادتك توقف دولت اثناء ما الحركه الشمال دي شغاله. خلاص؟ وهناخد بقى حاجه اسمها فيس سيستم في الترافيك مع بعض، ازاي ندور الاشاره، اسمها ندورها. يعني انا نازل اشغل الاشاره دي. الخناقه اللي بتحصل دي عايز افكها. هنقولها مع بعض في الترافيك. طيب ينفع الكلام اللي اتعمل ده للاربع مداخل؟ اه ينفع. خلاص اللي جاي من تحت ده، او تعالى نشوف اللي هو ايه المناظر دي اللي جاي من الويست جاي من الغرب. انا هرسمه بقى على طول.
اللي ماشي طوالي ما عنديش مشكلة فيه، اللي داخل يمين عملت له حارة يهدي فيها، حارة يزود فيها سرعته، اللي داخل شمال عملت له حارة يخزن فيها، دي بيسموها ستورج لين، بتخش شمال. يا شباب ارتقى مع عمنا ده كده اهو. جميل. الراجل اللي جاي ده بدون برضه شرح ولا كلام، عاوز يدخل يمين يبقى اعمل له حارة يهدي فيها. بعد كده يلف. بعد كده ما يطلعش مرة واحدة، حارة يزود فيها سرعته. اهو يشكل الجزيرة اللي حصلت هنا، اللي هي الديب زون اللي أنا قلت عليها. اللي داخل شمال، صح؟ طوالي ما عندناش مشكلة فيه. اللي داخل شمال نعمل له إيه؟ ناخد من الجزيرة حارة ونطلع كده. وصلنا لحد هنا، أعمل منحنى. شايف المنحنى ده؟ قطع لي الحتة اللي فوق دي، شكلها. واستفدت منه في ان هو راح عامل لي ايه؟ شكل لي دي كمان. النوز دي. يبقى الحته دي اتشكلت كيرف كده وكيرف جاي من فوق. طيب الكيرف اللي جاي من فوق اهو طبقا للرسمه اللي قبل كده يبقى اتشكلت. يعني دي ما بتترسمش كده. يعني سيادتك ما بتقعدش ترسمها لوحدك كده، لا، المنحنيات اللي انت بتعملها هي اللي بتقطعها وتخلي لك في الاخر هي دي الحته اللي ما ينفعش حد يعدي فيها. يا شباب اللي انا معلم عليه بالاحمر ده يا شباب هيتعمل انترلوك او هيتصب خرسانه ويبقى اعلى من الطريق ب 16 سم اللي هم ارتفاع الرصيف اللي هي البلدوره دي، خلاص؟ كما لو كان ده الطريق وده الرصيف اللي احنا ماشيين عليه. ماشي يا شباب؟ طيب جميل. نيجي لعمنا اللي جاي من فوق برضه نفس القصه، جاي اهو اعمل له حاره يهدي فيها سرعته، يلف يطلع ويشكل الجزيره دي. كل اللي انا برسمه بايدي ده هنتعلم نصممه النهارده ان شاء الله مع بعض بطريقه سهله ومفيش اي مشكله فيه. طيب عاوز يدخل شيء طوالي ما عندوش مشكله، بس خدوا بالكم بقى ايه؟ ان الخطوط الطوالي تبقى ماشيه مع بعضها. شايف دي الخط ده كده؟ لان الراجل ما يغمضش عينيه وراك وانت كمهندس ويستأمنك تقوم ملبسه على الرصيف. ماشي يا شباب؟ فانت برضو اخر التصميم بتاعك في الامتحان لازم تسلك لي الدنيا كده، راجع كده على الحركات بتاعتك. واحد يقوم عامل لي الجزيره دي قدام شويه. غلط. يبقى ده فخ. قطع الطريق. اه فخ، كل ما واحد يجي يعدي يطلع فوق الجزيره دي. ماشي يا شباب؟ طيب الراجل اللي جاي من فوق ده اهو، انا جاي من هنا اهو عملت لك خدت حاره من الجزيره، مشيت كده خزنت، هاجي فين؟ هاجي هنا. صح؟ هعمل كيرف يشكل لي الكلام ده اهو، طلعت لي الجزيره الباقيه. اللي بالاحمر ده زي ما اتفقنا هيبقى ايه؟ رصيف. خلاص؟ شايف خطوط العمل دي؟ دي وهميه مش موجوده في الطبيعه. يا شباب؟ طيب واحد تاني يقول لي يا دكتور الحته دي هي ما ينفعش نعمل فيها ميدان كده جميل؟ والله لو التقاطع ده كبير تعالى بقى كده ايه؟ اظبط لي الحركات بحيث ان هيتبقى في الاخر حته كده اسمها ديد زون بره. خلاص؟ بس ده مش ميدان بقى. دي حاجه كده هنحط فيها عمود نور كبير ينور التقاطع. ماشي بقى؟ عاوز تسيبها زي ما هي سيبها. ماشي يا فرنسيه؟ الاول وعملنا مثلا ميدان كبير كله بقى اللي عايز يدخل ميدان كبير اللي هو روتر. ما هو ده درجه من درجات التقاطع. ده له وقته وده له وقته، مفيش مشكله. يعني ممكن نستبدل ده بالروتر؟ تستبدل ده الخطا بقى. ممكن الاشاره تيجي بعد الراوند اباوت. ده كده دي كده بتتشكل على ان هي تبقى اشاره. الراوند اباوت شكله غير كده خالص، وريته لكم انا المره اللي فاتت. الصينيه الكبيره دي كده والمداخل والحته ونظام الميكانيزم بتاع الحركه عليه مختلف. هنا اللي عاوز يعمل شمال هيعملها على طول. هناك في الراوند اباوت هيدخل يمين يروح مع بتوع اليمين ويلف حوالين الصينيه وايه؟ خلاص؟ فده كونسيبت وده كونسيبت. ده اعلى شويه من الثاني؟ ده اعلى. ده تحكمه اقوى واحسن. تمام. يا شباب؟ الثاني ده بنعمله لو ايه مدن جديده ولسه حجم الحركه عليها قليل، واخد بالك؟ اقدر ايه اعمل الراوند اباوت. ما عنديش مشكله، الناس كده كده هتتعامل مع بعضها لان هناك مفيش اشارات. الشكل اللي انتم شايفينه ده فولي شانلايزد ات جريد انترسكشن.
تقاطع رباعي كامل اللي هو طريقين نفس الدرجه، ده طريق كوليكتور مع طريق كوليكتور. خلاص يا فرنسي؟ طيب لو طريق منهم قل بقى زي اللي هناك ده، يعني طريق من دول كده بقى اتجاه واحد بس او اتجاه رايح جاي بس، خدتوا التو وي تو لين مع الدكتور محمد؟ ايوه. خدتوا درجه من درجات الطرق اسمها التو وي تو لين. أيه. اللي هو الطريق مفرد. أيه. فاللي هو الشكل اللي هناك ده، شايف شكله عامل ازاي؟ اهو. ما عملناش طبعا جزر لان العرض ما يتحملش. العرض بتاع الطريق ما يتحملش ان انا اعمل جزر. فيبقى شكله بالشكل، شايف التخزين اهو داخل شمال، التخزين اهو اللي داخل شمال من هنا، ده اللي داخل يمين اهو. عملية الحارات هي اللي احنا اتفقنا الحارات الايه؟ المساعدة. الكلام ده لو فور ليج، لو ثري ليج اللي هو ده اهو يبقى الشكل ده كده. بس ده الطريق ده في الاصل كان حارتين رايح جاي. زي ما انا قلت لكم المرة اللي فاتت. يعني ما كانش فيه جزيرة في النص. لكن ممكن في الامتحان يجي لك طريق محترم له جزيرة في النص. مش محتاج تشكل انت الجزر دي. خلاص؟ هي هتتشكل من العرض الايه المتاح زي ده كده. تخيل كده الطريق ده لو اتقطع كده، انا رحت واخد لك خط كده، التصميم ده هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيتغير. الحاره دي هيبقى ليها لازمه؟ مش هيبقى ليها، روح فين؟ هو ده خلاص بقى كده اختفى. الشارع ده بيصب في الشارع ده. ماشي يا شباب؟ دي لها لازمه؟ ماشي يا باشمهندس؟ وهكذا. كل كيس لها التصميم بتاعها ولها المقترح بتاعها. وده طبعا هيبقى فيه مسائل في الشيت هتوضح لك الكلام ده بشكل كبير. ده فور ليج وده ايه؟ اهي مكتوب فور ليج وده ثري ليج انترسكشن او تي انترسكشن. ساعات بنسميه ثري ليج او تي انترسكشن. الشنلايزيشن بيغطي الالمنت دي. دي كده يا شباب الديزاين الالمنت، يعني الحاجات اللي انا هعملها في البلان ده. ماشي يا شباب؟ وادي كل واحده من دولت او كل ترافيك لين، الترافيك ايلاند، الميديان ديفايدرز اللي هي الحارات الوسطى. كل واحده من دول لما الاقي نقطه هنا يبقى الحاجه دي بتحقق الهدف ده. الحاجه دي بتحقق الهدف اللي بعده، لكن ما بتحققش ده. فدي عباره عن مصفوفه جمعت لك فيها كل العناصر التصميميه اللي بتيجي في التقاطع وكل الاهداف المحتمله من تصميم التقاطع. وكل عنصر نعلم على المكان اللي بيحققه او الهدف اللي بيحققه. فاهم المشكله دي؟ عمليه بس تنظيميه كده عشان سيادتك ايه تبقى عارف ادي لسته الاهداف اهي وادي لسته العناصر اهي، وكل عنصر من دول بيحدد كام هدف من دول. ماشي بقى؟ اللي معلم عليه نقطه كده ده معناه ان العنصر ده الكورنر ريدي اي اللي هي الحته دي اسمها كورنر ريدي اي. ده مش كورنر اهو وعملنا له ريدي اي او ايه منحل. بيحقق 1 2 3 4 5 بيحقق الاهداف اللي انتم شايفينها. ماشي؟ او بيستخدم طبعا ايه؟ سيف ريفاج فور بيدستيريو. يعني ايه الكلمه دي؟ كلمه ريفاج يعني ايه؟ يعني ملجا امن للمشاة. صح؟ وانا بعدي الشارع مش بعدي كده واقف هنا اهو وبعدين اعدي ده واقف هنا اهو وبعد كده اعدي. خلاص؟ فده الجزيره دي بتحقق الهدف ده وهكذا. ماشي يا شباب؟ ده الشكل اللي احنا ايه؟ عاملينه. وده برضو فولي شانلايزد ات جريد انترسكشن. وده طبعا متنفذ، هو مش مرسوم على السبوره، ده الناس ماشيه عليه الحمد لله وزي الفل. والرود ماركينج بتاعته كل حاجه بالفينشنج بتاعه. ده طريق رايح جاي، طريق جاي من هنا، ده الايست وده الويست وده مثلا النورث وده الساوث. خلاص؟ بس الصوره مش جايبه الكل، يعني ايه؟ يعني ده من بدري كده، شايف الشكل كده؟ الجزيره دي كانت كبيره وقطعنا منها الحاره دي عشان ندخل شمال. شايف الناس اللي انا دخلتهم شمال فصلتهم عن اللي ماشي طوالي وبتوع اليمين فصلتهم لوحدهم. وهنا مش الفصل رود ماركينج، ده جزيره. بحيث ان الناس دول اللي داخلين شمال دول كتير هيعوزوا مش حاره واحده، واحد اثنين ثلاثه. فعملت لهم شارع لوحده، يبقى اللي داخل شمال ده من بدري قوي داخل الشارع ده. خلاص؟ وعملت لهم ستوب ساين. ستوب لاين رود ماركينج ادخل. الناس اتاخرت يا شباب، بلاش بعد كنت تكرر الموضوع تاني. ايه؟ يا شباب احنا متفقين على وقت معين هطبقه ان شاء الله. فبعدين خط ابيض، ما ينفعش العربيه دي تجتاز غير لما يتفتح لها الاشاره بتاعتها. ده انا مش كده وبس، ده انا عامل لهم كمان الخطوط، شايف؟ اللي يمشي عليها الراجل ده.
رسم له مسار وبالمسطره خلاص. يبقى الراجل ده المفروض عباره عن الحاره دي عباره عن تيوب كده ماسوره يخشها من هنا يمشي وراه يطلع من المكان بتاعه السليم. الكلام ده من خلال ايه؟ الرود ماركينج، العلامات الارضيه. شايف؟ شايف كل خط؟ شايف العربيه دي هتطلع هنا مرسوم لها هتطلع فين؟ شايف الحته اللي اتبقت في الاخر دي؟ دي زون محدش هيروح لها، ده انا عاملها عشان ما يجي سواق ميكروباص يستهبل ويجي لي يجي يلف من هنا مثلا يقوم يضرب في ده. لا ده مجبر غصب عن عينيه لما يجي يلف يلف. شايف؟ شايف الحاره دي؟ الاداس ده الشمال اهو جاي منين؟ شايف؟ شايف صباعي اهو. كل واحد مرسوم له الخط اللي كانه قطر. عارف قطيب القطر؟ ينفع قطر يطلع من بره؟ مفيش، كل واحد معروف هيمشي منين. خلاص يا باشمهندسين؟ وده طبعا زي ما انتم شايفين اهو. وهتلاقي هنا كمان انكلود الكلام ده مسار عجل ومسار اتوبيسات بتاع ده انا اسف دراجات ومشاه. كل ده ممكن احمله على التقاطع بتاعي. هو ليه عامل نفق مشاه؟ ايه؟ فين هو النفق؟ ايه اللي هو الابيض جنب اللي هو ده كده؟ اه ممكن يكون الحجم الحركه هنا كبيره فمش هتنفع توقف الاشاره فراح اعمل لها مشاه. هتلاقي المناظر ليها مفيش خطوط مشاه. صح؟ ماشي يا شباب؟ هنا في خطوط مشاه. ايه؟ ولاحظ كده اللي هي بعيده خالص هي المشاه والعجل بعيد خالص وبيقولوا اشاره منفصل. ماشي يا فرنسين؟ الديتزون البيضة دي عاملها هو رسمها ولا اللي هي قال دي؟ ايوه دي ولا بعد ما خطط ليه حته مفيش عربيات تمشي عليها سماها ديتزون وراح عامل لها بلدوره او خططها بالابيض. خد بالك مش مهم عامل فيها ايه، المهم ان محدش هيعدي من هنا. خلاص يا شباب؟ يبقى ده تقاطع فولي شانلايزد ات جريد انترسكشن. يخدم ايه بقى ده كده؟ كل الكونفليكت بوينت انا كده تقريبا قللتها عملت مينيمايزيشن ليها. خلاص؟ طيب الكلام ده يجوز وينفع في حاله واحده بس، ان انا اركب عليه اشاره. يعني ايه اشاره؟ يعني انظم الحركه بتاع العربيات دي. ما ينفعش الناس دي تتعامل مع بعضها كده. لا، الناس دي الراجل ده له توقيت معين يتحرك فيه. والراجل ده له توقيت معين يتحرك فيه. دي اللي بنسميها الفيز سيستم اللي هنقول عليه في الترافيك النهارده. اللي هي اطوار الاشاره، مين يقف ومين يمشي. خلاص يا شباب؟ يبقى مهندس المرور قاعد مع مهندس الطرق ولا لا؟ غصبا عنهم قعدوا مع بعض. خلاص؟ الراجل بتاع الطرق ده هو بيحط الحل، الحل ده ما يبقاش كامل غير لما بتاع المرور يقعد معاه ويقول له هندورها ازاي؟ الناس دي هتمشي ازاي؟ يا شباب؟ وبالتالي على اساسه الراجل بتاع الجيومتري ديزاين قال بقى ايه؟ الشمال ده انا هفصله لوحده. طب هتفصله ليه لوحده يا عم؟ قال لك عشان هيبقى له اشاره ضوئيه لوحده. مين اللي قال له المعلومه دي؟ بتاع الترافيك. ماشي شباب؟ طيب ادي الايه كورنر هو كورنر الدياي الشكل التفصيلي بتاعه. يعني يا شباب يعني مش من اول هنا كده انا برصف، لا ده انا بسيب حتت كده دي بيسموها تشيفرون. هناخدها في مشروع التخرج ان شاء الله ده هيدخل معانا مشروع التخرج. ودي بيسموها برضو تشيفرون للخروج ودي تشيفرون للدخول. وشايف اللي اتبقى ايه في الاخر اترصف؟ اتحط الاشاره. ده الاشاره اشاره ضوئيه. خلاص؟ ودي الحته اللي اتعملت فوق الارض. وطبعا ده انا بس مزوم على الكورنر ده. ماشي يا شمسين؟ شايف الخط الابيض ده؟ ده الخط اللي هو ايه المفروض العربيات تبقى واقفه قبله قبل ما تتحرك. اول ما تتحرك تبدا تجتاز لما الاشاره ايه؟ تنور لها باللون الايه؟ الاخضر. ماشي يا شمسين؟ ادي انواع الجزر المروريه ترافيك ايرون. في جزيره اسمها جزيرة التحويل دايفنشنال ايلاند ودي بتقسم الطريق لجزئين. يعني دي كده قسمة الاتجاه ده وقسمة الاتجاه ده. يبقى دي جزيرة تحويلية بتحول ما بين ان العربيات دي تروح الناحية التانية. صح؟ سيادتك مجبر بمسار معين ما ينفعش تعدي على الناس التانيين. انت رايح في اتجاه وهم جايين في اتجاه. النوع التاني من الجزر اللي هي الشانلايزنج ايلاند او الجزر اللي بتفصل بقى زي بتاع الكورنر دي بتفصل ما بين مين ومين؟ ما بين اللي داخل يمين وما بين اللي ماشي طوالي. صح؟ الحته اللي انا عملتها دي بتفصل ما بين اللي ماشي طوالي وما بين اللي داخل شمال. دي بنسميها ايه؟ شانلايز ايلاند. في البيدستيريان لودنج ايلاند. في جزر بتستخدم لتحميل المشاه. يعني ايه لتحميل المشاه؟ هوريك الصوره اللي فاتت دي.
فين؟ واحد واقف شايف ده شباب؟ دي محطة التوبيس. ممكن اعملها هنا. فالحتة دي التوبيس بيقف فيها وينزل الناس او يركبهم. فالجزيرة ده هي الغرض منها للتحميل. اللودينج والانلودينج. ماشي شباب؟ في بعد كده نوع من انواع الجزر اسمه الروتري ايلاند اللي هي الجزيره الوسطى اللي هي زي ما اتفقنا لو ده تقاطع ايه؟ تقاطع راوند اباوت او روتري بنسميها ايه؟ روتري دي زيها زي كلمه راوند اباوت بالظبط. الصينيه او الدوار في السعوديه بيسموه الدوار. ماشي شباب؟ واحنا عندنا هنا ايه بنقول عليه الصينيه. از ذا لارج سنترال ايلاند اوف ا روتري انترسكشن للتقاطع اللي اسمه ايه؟ روتري. الحارات المساعدة. ايه الحارات المساعدة اللي ساعدتني في الحركة في الشكل اللي مرسوم ده؟ حارة تسارع مثلا. ايوه. حارة تباطؤ. تباطؤ. وتخزين. تخزين. يبقى انا عندي ثلاث حاجات اهو. دي فين التباطؤ؟ اهي. ديسيلريشن لين. دي. اكسلريشن لين. خلاص؟ دي. ستورج. حارة التخزين. يعني ايه كلمة تخزين؟ لأن العربية دي هتخزن في الحتة ده لحد ما يجي دورها في الحركة. يعني ممكن اللي ماشي طوالي يمشي وهي واقفة. لما يجي لها الدور بتاعها. خلاص شباب؟ يبقى أنا عندي الحارات بتاعتي الحارات المساعدة بتاعتي بيبقى فيه أول حاجة ريموف أكسلريتنج أور ديسلريتنج فيهيكلز فروم ذا ثرو لين. يبقى دي كأنها بتبعد الإيه؟ العربيات اللي هتتبطأ او تسرع عن المرور الطوال. يا شباب طيب ستورج تيرنينج فيكل اللي هي الحارات اللي هخزن فيها علشان اخش شمال. وبعد كده طبعا الحارات دي بتعمل ايه؟ انكريز روت كاباسيتي بتزود الايه الكاباسيتي بتاع الايه التقاطع بتاعي. وعندي نوعين من انواع الاكسلريشن والديسلريشن لين هما الاثنين واحد بالمناسبه. يعني دي بتستخدم لزياده السرعه ودي بتستخدم لتباطؤ السرعه لكن شكلهم واحد لهم بدايه ونهايه كده شبه بعض. هنشوف دلوقتي الفروق بتاعتهم بتيجي منين وجدول واحد بالمناسبه اللي بيجيبه بس البيانات مختلفه. يا اما تبقى متوازيه يا اما تبقى حاجه اسمها دايركشنال لين بتيبر. يعني ايه القصه دي؟ شايفين الحته دي اتكسرت اهي. انا كنت ماشي كده يا شباب وزودت حاره. هرسمها لك هنا لوحدها. انا كنت ماشي كده وزودت اوفست كده حاره عشان الناس تتباطأ فيها. الحته دي ينفع نعملها كده؟ انا ببقى ماشي في الطريق الاقي ضفر حاره كده بره. ما ينفعش اسير مش هتنط العربيه دي تيجي كده. خلاص يبقى هتيجي بالتدريج صح؟ يعني عشان يخش يمين كده ويبطئ ويروح للحاره دي. خلي بالك بالمناسبه هو ما بيبطئش دلوقتي كل ده لسه ما بطئش. هو بيبطئ لما يدخل لما يروح خلاص يوصل لمرحله ايه؟ انه وصل بقى مفصول عن اللي ماشي طوال والا ما كانش ليها لازمه. صح؟ يا شباب هو هنا كده داخل بسرعته اهو. وهو داخل بسرعته بيكسر كده الكسره دي بنسميها تيبر بقى. ايه اللي تيبر؟ اللي تيجي. طب ليه يا دكتور؟ قال لك لان مش منطقي ان انا ارصف الحته ديت وهي مش هتستخدم. لو واحد راح عمل دي كده ده معناه انه رصف مثلث كبير من الاسفلت. الطول بتاع التيبر ده ممكن يبقى مثلا 100 فيت ولا حاجه 30 متر ولا حاجه كده والله اكتر. ساعات 190 فيت. فده رقم كبير برضه. ماشي يا شباب؟ 50 داخل 50 متر. 50 متر في عرض 3 متر 65 ودي 50 متر مثلا هيديني مثلث ملوش اي 60 لازمه. صح ولا لا؟ يا شباب فساعتها سيادتك ما بترصفش دي لا انت بترصف بقى الحته دي نص المساحه دي. وبعد كده يبدا ايه الراجل ده يدوس فرامل يهدي. اول ما يقرب من الكيرف خلاص وصل للسرعه اللي هيلف بيها. صح؟ عملنا له الكيرف بتاعه اهو طبقا للسرعه بتاعته. خلص الكيرف وعاوز يزود سرعته بقى عشان لما يجي يطلع على الناس دولت يطلع بنفس سرعتهم يبقى متجانس معاهم في السرعه يندمج معاهم بدون كونفليكت. صح؟ فعملنا برضه نفس القصه هي بايه؟ تيبر. طب هيفضل بقى مسرع طوالي كده ولا لازم هيحرق؟
هيحدف شويه شمال عشان يطلع الناس، فبرضه بيبقى فيه تيبر برضه وانت طالع. ماشي بقى؟ طيب الكلام ده بقى التيبر دي يا اما تبقى حاده زي ما انتم شايفين كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو، ادي عندي المرور جاي من اليمين من فوق، دي حاره تخزين اهي،